أهلا بك مالك وبالمشاهدين. بالفعل محافظات غزة اليوم ودعت 4 من الشهداء، أو بالأحرى 3 شهداء. بالأمس تم توديع الشهيد الرابع مساء أمس، واليوم شيعت محافظات قطاع غزة 3 شهداء، بدءا من رفح الشهيد الأصغر وهو الطفل هيثم الجمل 14 عاما. هذا الشهيد وارى الثرى بعد صلاة الظهر لهذا اليوم. مرورا بمحافظة خان يونس، كان هناك تشييع لجثمان الشهيد زياد لبريم 26 عاما. أما في مدينة غزة بمخيم الشاطئ، كان هناك تشييع للشهيد يوسف الفصيح 29 عاما. كانت هناك دعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى بالمشاركة والاحتشاد لتشييع هؤلاء الشهداء. كانت المسيرات التي انطلقت لتشييعهم كبيرة، كان هناك مشاركة من مئات أو آلاف المواطنين وأيضا مختلف الفصائل الفلسطينية. أيضا بالنسبة للإصابات، حسب المصادر الطبية هناك أكثر من 600 إصابة، منهم أكثر من 200 إصابة بالرصاص الحي والمتفجر. أحد هذه الإصابات خطيرة جدا. نتحدث أيضا عن استهداف مباشر للمسيرات السلمية في المليونية القدس بالأمس. للصحفيين بشكل مباشر أصيب 2 من الصحفيين بالرصاص الحي، أحدهم يتبع للوكالة الفرنسية وهو الزميل المصور محمد البابا. أيضا كان هناك عشرات الإصابات بالاختناق بين صفوف الصحفيين و